بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم، عاده الله علينا وعليكم باليمن والبركة، يسرني أن أكون متحدثة معكم في هذه الأمسية الرمضانية المميزة، والتي سوف نتناول فيها موضوع المرأة القيادية. المرأة في صدر الإسلام كان لها تميزا كبيرا، فقد أعطى الله سبحانه وتعالى المرأة حقوقا كثيرة، لها حقوق وعليها واجبات، لها حقوق في أن تكون عنصر بناء في بناء مجتمعها. فالله سبحانه وتعالى عندما خاطب في القرآن الكريم خاطب المرأة والرجل سواء، قال يا أيها الصادقون والصادقات والمؤمنون والمؤمنات، لم يركز على عنصر واحد منهم لكن ركز على المرأة والرجل. فنحن نؤمن الآن بأن العملية عملية تكاملية، فقد أعطى للمرأة حقوقا ووضع عليها واجبات. من أجل ذلك نرى المرأة في صدر الإسلام كانت تحتل منصب الوزير، وتحتل منصب القاضي، وتحتل منصب الفقيهة، وتحتل منصب الشاعر، وتحتل منصب المجاهد. فأعطى الله سبحانه وتعالى المرأة مميزات خاصة في الإسلام. اليوم في مثالنا الحديث في هذا الزمن الحديث، ونحن نرى ما تعانيه المرأة من معاناة شديدة، فنرى النساء في جميع أنحاء العالم هن مضطهدات، وكذلك هن ضحايا للحروب. فقد تحركت المرأة للدفاع عن نفسها وللدفاع عن وطنها، فكانت المجاهدة الحرة، وكانت من تحمل راية التغيير. اليوم مثال حي على ما نتحدث به هي السيدة مريم رجوي، التي تحمل راية حرية الثورة الإيرانية، وتجوب العالم مدافعة عن قضاياها، وتقنع قادة العالم بأهمية قضية المرأة. ولاحظنا ما حدث في إيران قبل فترة من معاقبة السيدات، فرأينا المحجبة وغير المحجبة تتصدى لهذا الموضوع، وتخرج في إطار تطالب به بقوة التحرر الفكري، وبقوة أن يكون لها قوة حقيقية داخل مجتمعها للبناء. فليست القضية قضية ارتداء حجاب أو غيره، لكن القضية كانت قضية تسلط واحتساب القوة في غير مكانها. لذلك عندما زرت أشرف ثلاث وجدت نساء مجاهدات ملتزمات، نساء ترفع لهن قبعات بأسلوب التضحية الذي يقدمنه لمجتمعهن. فأنا شفت أو رأيت بأن المرأة في أشرف ثلاث مكافحة ومجاهدة حقيقة، تخلت عن كل شيء بالدنيا وتبنت القضية الإيرانية، وهي قضية الدفاع عن مكونات المجتمع الإيراني والمطالبة بالعدالة والحرية. فلهن منا كل تحية وكل محبة وكل احترام، ولكل امرأة في العالم المضطهد، ولكل امرأة تكافح وتجاهد من أجل مجتمعها ومن أجل وطنها، لها منا تحية وتقدير. في نهاية حديثي أوجه تحيتي للسيدة المناضلة مريم رجوي، وللأخوات المناضلات في أشرف ثلاث، فلكن منا كل تحية واحترام.